وزير الإسكان دكتور مصطفى مدبولي النهاردة أعلن عن أن مجلس الوزراء وافق على فتح باب الحجز لمرحلة تكميلية لأراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج. هيكون ده طبعا طبقا للشروط وجدول الأسعار السابق إعلانه في المرحلة اللي فاتت، وهيتم إغلاق باب الحجز نهاية شهر مارس. وقال وزير الإسكان إن الموافقة دي هي استجابة لطلبات عدد كبير من المصريين في الخارج اللي تقدموا للوزارة بطلبات لإعادة فتح باب الحجز مرة تانية، خاصة إن في أراضي لسه باقية من المرحلة اللي فاتت، خاصة في مدينة القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.